عادي يا ليلي. الله يطلق سراحك، الله يفرجك، الله يفهم نياتك، الله يرضي عليك. هشام هشام، بسم الله عليك. وي قول عند بلا مش تراجع، راك هكا تحلمي. بسم الله عليك. الله يرضي عليك. ماما، مال خالتي زهرة؟ وعلاش مشات في الأمبولونس؟ جاتها إين كريز كاردياك. غادي تبقى في الكلينيك؟ لا، صافي مسكينة مشات عند الله، ماتت. مسكينة، الله يرحمها. الله يرحمها. سير ولدي تلعب في بيتك. Bonjour chérie. Bonjour. البركة في راسك. عزاؤنا واحد على البيتي. الله يرحمها مسكينة. الله يرحمها. كيبقاو البنات؟ الحمد لله على كل حال. مرة مازال ما متيقينش باللي ماتت. كانوا قراب منها بزاف، فراق ديالها غيجيهم صعيب. بقاو فيا بزاف. انت شوف، راه نقدروا نديروا واحد لا دوموند للمحكمه باش يعطيونا اوتوريزاسيون تقدر تحضر الجنازه. ما كرهتش، مي هما مازال ما بغاوش تعرف. دابا قالك بركه عليها غير المحنه ديال الحبس، عاد نزيدوا على الصدمه ديال ما. واش تي سور؟ نو، مي جو ني با لو شوا. هيا رجل اختي ديال التفين راه موجودة. صافي صافي ان شاء الله. انا من مورا التفين غادي نمشي نجيبو في الزانة ونمشي ان شاء الله. الله يسهل عليك، الله يجازيك بارك يا خويا. الله يرحم والدتي. فين هي ريم؟ وي غاس ما بغاش تسيفت. وي ريم فين جيتي؟ خليتيني يا ما ريم. هبطي حبيبتي، هبطي. سلختي سلختي ودينا برا معاها. سيرو دخلوا دخلوا. خديجة دخلي الدرياجة، خديجة دخلي الدرياجة. صافي الله يرضي عليكم، دخلوا دخلوا الله يرضي عليكم. صافي 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 الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم. صافي الله يرضي عليكم. وخديجة دي خواتاتك ودخلي. صافي ساعد حق علينا الروضة. صافي دي خواتاتك، دي خواتاتك. صافي صافي الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. يلا دخلوا سيروا شوفوا العيال شنو خاصهم. سير سير على ارتاحي في الصالون. سير سير على سير سير على ارتاحي. سير سير سير
امي تلفت اختي والله ما عرفت ما عندي ما عرفت مولا قال لك تكلف بخيم ما قالها لي قالها لي شنو تبغي خصناك تسميك راه عيط للتريتر قريب يوصل راه كانك غيدير لينا حتى الزبده والعسل والقراش للناس اللي غيجيو من القبور بسكس والغدا وفي الصدقه غنديروا اللحم والدجاج صافي مزيان الله يتقبل يا ربي غير قولي للتخيط غافا كيسربي راه الناس عندنا لداخل الله يعطيك الصبر صافي صافي عليك بالله خالتي نعيم خليوني نعاونكم انا في شي حاجه حتى انا نعاونكم يقولوا لي شنو ندير خاطكم نديروا البنات ما علينا غير كاع معاها بالرحمه مرحبا يلا سرايا شتو يلا راك سرت واش امي راه كنت امي انت وصايبتي واش يلا ريم يلا يلا ندخلوا بنت يلا يلا دخلي اختك دخلي اختك يلا يلا حبيبي يا رياض يا زين بوحدهم في الصالون يلا يلا سيروا سيروا قبلوا الناس سيروا يلا 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 زيدي زيدي يلا ريم يلا شعب انت تسعي الله ربي لك بابا بك عندي زمان بابا امي مشات عمرك ما تقولي قطر ما حد يعيش عمرك ما غتكوني بوحدك امي مشات بغيت بوادي يا بابا بغيت بوادي لا بنتي عمرني ما غنخليك امي مشات الله يبدل حبيب الصبر مش أمر حبيب مسكينة زهرة عيتها تخطفات واش مرضات ولا شنو قدر الله وصافي أجلها وفا الله يرحمها ويستعينها علاش ما درتوش الكنازة في دارها واحد عيشة ما كانتش ليا فين هي سارة شفتك في العيالة اش خاصو تفضل على سيدي سيدي معنا نمشي شوي بقى سيري عليكم السلام ربي حفظك انتي الله يرحمه ويصبرك امين خالتي دخلي غتكون ميت صغير في الفقصه اش من الفقصه ايوا السيده كانت بخيرها وبدويرتها دون خربعت كلشي هي ماشي ساهله غير بالفم سمعنا قال لك مسكينه بعد داكشي غير بجوج دريال حسه صعيبه انا اللي طيح فيها شي مسلم وعلاش بعد على انت ما تخبركش اش طرى البنت عيشه ما في خباريش راه مسكينه مرميه في الحبس اويلي على الحبس اييه قال لك لا حصلوها شفرات شي فلوس من البنكه اللي كانت خدامه فيها لا حول ولا قوه الا بالله كي دار زهره ما تموتش بالفقصه واش نتوما جايين تعزيو ولا جايين تديو تنوب راكم الهضره في عباد الله صح ازربوا زربوا شويه الله يرحم لكم الوالدين راه شويه غيبداو يجيو الناس وجر ليا هذا جرو تلقنت ليه صافي راه كلشي وادك ايوا مزيان ملي تريتر كاع ما جاب لي الكسكس لا انا اللي قلت لي بلا ما يجيبوه الجير الله يجازيهم بخير تكلفوا بكلشي ايوا الله يرحم لهم الوالدين صافي انا نمشي نشوف مع التريتر باش نرسي معاه كلشي على هاد الليله هادي صافي خالتي سيري ترتاحي راك غطيحي على وقتك سيري لا حبيبتي انا كاع معيان ان شاء الله يدوز كلشي بخير اليوم بعد غادي نرتاح صافي اش نقول لك ما بينش لك هادشي بزاف على كنازه راه حنا ماشي فرح هادي كنازه بالنسبه لينا حنا ولكن انا كنعرف مي الله يرحمها مزيان الا الناس كلاو وشربوا دازت الليله ديالها مزيانه غترتاح في قبرها وما تكون فرحانه كلشي مزيان عليك كلشي مزيان عبد المولى الله يجازيه بخير تكلف بكلشي يبا سيري ترتاح بزاف راه كلشي مزيان شكرا بزاف عبد المولى ما كاينلاش تشكريني مي زهره انا كانت منك الله يرحمها في هذا النهار الله يخليك ليا وصاف خديجه شفتي كي جاك الحجاب الله يتبتنا امين Thank you.
خليك الناس تموت دوز على خير. الشيطان هو بنادم، سمعتي؟ الشيطان هو بنادم. واش ما شتيش العيالات كالسين تا ياكلوا في كسكسو بحال ما طاري حتى شي حاجه وكيضحكوا؟ فك ناس سمي. شنو بغيتي انا نديروا ليهم؟ شنو بغيتي انا نديروا ليهم؟ نقول لهم يبكيو معنا بزز؟ يحزنوا معنا بزز؟ يحزنوا حتى هما هذيك اللي ماتت. يحزنوا. ولا ما عزنوش ماشي مشكل، يديروا راسهم مقفهم الحال. ما اختي يلا سعادي باش دفنان تحرم عليهم. نعم ما كاين حتى شي واحد اللي حس بينا اللي مات هي جارتهم. حنا اللي تكوينا في امنا نعيمه جارتهم. واش تشوفيهم جارات وشنو كيديروا في كنازتك؟ ما مسكينه اللي ما خلات ما دارت، كانت كتعيش على قبل جاراتها مع شحيلاتها. اللي كانت ولدات خاصها تمشي تزرلو، اللي مشات شي محكمه كتمشي لعندها، اللي مشات لشي سبيطار كتمشي تشوفها. برشو على نعيمه عافاك. بقى فيا الحال مشات لي امي. صافي نعيمه. ليلة سعب المولى بارك في راسك. ماشي معك باس السي الشفشاوي، فراك صعيب. الله يبدل محبتها الصبر. امين. قول لي نقدر نشوف نعيمة؟ نعيمة ما صابراش على الفراق ديال امها، من الصباح هي كتبكي وراسها تزير عليها غير اختها عطاتها واحد الكينة راه ناعسة شي شوية. الله يحسن عوانا ذكرى الأم، خليوها ترتاح شوية. تفضل تفضل السي الشفشاوي. عبدني لو شدي فراقي. كنتيش شقي راسك السي الشفشاوي. هذا واجب مع عائلة تعاونوا بها الكنازة والحساس جوج حاجة أنا راني موجود. الله يجعلها في ميزان ديال الحسنات ديالك. تفضل في الدواجة السي الشفشاوي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بركه في راسكم ابنتي. جيتوا ديروا هنا وخرجوا برا. يلا امين غادي نقول لك البركه في راسك. والله الا شداني البكيه وحق الله لا من الداخل واش انا مقصع بحالك واللي قلتيها والله ما غندير لك اليوم تيقي بيا. لا نعرف اش كنقول. خصك تدي عليا هتهز عليا قشك وتخرج عليا برا. لا واه اماني حنا دابا عاطرينكم والله يكون في العوان، ولكن ماشي هكا تدوي مع راجلك ومع عجوزتك. هذا ماشي تصرف ديال بنات الاصول. شنو هو؟ واش قلتي؟ بنات الاصل؟ هادي هضره تقوليها في هاد الوقيته؟ جايه تعالينا في وسط دارنا وحنا منا ميته. الله يرحم بها الوالدين اخالتي. هزي ولدك وسيروا بحالاتكم. اختي الله يرحم ليك الوالدين. انتي انا جايه عند مرتي ما فاهم ما دويتش معاك ما دويتش معايا مفهومه؟ كانت تفهم كانت مرتك دابا سعيد مبقيتش مرتك بسبابك. امي غضبات عليا وماما غضبات عليا كرهوك كميتي خرج. انت واش كتخافوا ولا شنو هويك؟ ماشي ندوش معاكم بالاداب حيت الكنازة دو طلعوا ليا فوق راسي. انت راك كيما مرتي ودخل الحمام ماشي بحال خروجو مزيانة. على الاقل الحمام كيدخل لي بنادم موسخ وكيخرج نقي. انا خلي دارك نقية وخرجت موسخة. وسختي اماني وسختي لها قلبها وسختي لها حياتها. الشمع تاعك في الرجال. لا واه بنتي ماشي هاد الهضره كلها. لا واه انا على الشيطان طوال لسان الوالده ولات كدوي وكتعبر وعاقله ليا. ها هي فين جات بيناتنا المحاكم دابا تشوف المهدي. والله ما عندي جهد اللي نهضر معاك اما كون وريتك وجهك في المرايا خويا. غادي تهز الوالده ديالك وغتخرج بحالاتك من هنا. حاجه هزي ولدك وسيروا بحالكم بلا شوه. رجعي لها بنتي. صافي سمعنا لك الله يلا بحالنا بركه في راسك. لا شي لوقت لا شي غتقول بالسكر صافي هما اشي وما نخليوش بحال ما عرفتي برا. لا حول ولا قوه الا بالله.
ما كتبش لينا وتفرقنا. شوف أولدي، أنا الظروف بعدتني على بناتي، ولكن دابا أنا دخلت وما كرهتش نعرف شنو واقع بالضبط. قصة طويلة، ريم تعاود لك حسن مني. يمكن هاد الهضرة غنقول ليك غتجيك في شكل، حيت أنا أب فاشل. حاشا، علاش كتقول هاد الهضرة؟ فاشل حيت ما قدرتش نحقق لبنتي داكشي اللي بغات، هي أمنيتها تكمل حياتها معاك، وأنا ما نقدرش نخنعك واقيله. بالعكس أنا وريم. شوف الله يرضيك، خذ الأمور ببساطة كما خديت أنا وجيت دويت معاك. الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب سلام. سنائك لاباس؟ عيشة مسكينة توفات ما. الله أكبر. متاش؟ هادي ثلاث أيام، يمكن دابا أنا عتقت الخبر. مسكينة، خاصني نمشي نواسيها ونعزيها. حتى أنا ما كرهتش نزورها، عافاك السي العالمي إلا شفتيها قول ليها راه قلبي معاك. إلا سول عليها شي حد في البيرو قول ليها أنا ما كاينش. واخا السي العالمي. يلا ثلاث أيام هادي باش ماتت مويمة كنحس بها بحال مازالها معانا. يا أختي كاملين ما مطيقينش، تخيل أنا كنساو كنبغي نعيط لها بسميتها، كيجيب لي الله بحال في أي لحظة غادا تدخل من الباب هازة في يدها داك كاس ديال اللويزة وكتسولني على القراية. الله يرحمها ويستاهلها. شنو غنديرو في الزيارة ديال ماما؟ غنمشيو؟ معلومة نمشيو، مازال تتسولي ولا سولتنا على مويمة؟ البنات أنا بعدا ما نقدرش، نتوما عارفين هاد موعي سابقيني، غتسولني على مويمة غنزيد نبكي ونقول لها كلشي. عندك وياك تقولي لها شي حاجة، أنا كنوصيكم بجوج بيكم، ما خصهاش تعرف بلي مويمة ماتت وما خصهاش تعرف بلي الدار والنصبة نتباعو. أنا تنقول لكم واخا تعرفوا تختاروا عليها أي حاجة اللي فيها هيك فيها، راه مريبة وغنزيدو نريبوها اللي كنا لهاد الهضرة. وشنو حنا غنزوروها بلا مويمة وهي عارفة مويمة ميمكنش ما تزورهاش؟ راه كنتعزز عليها أكثر من خواتاتها كاملين. عندك صاحبتي ما تبقاش تقول هاد الهضرة. البنات خاصنا نفكروا في أي كذبة نقولوها لها، اختاروا نقولوا لها مريضة، نقولوا لها مسافرة، ما تقولوش لها ماتت. واخا تعرفوا تقول ليها ما راضياش بيه قدام الجيران على ديك الفضيحه اللي درتي ومشيتي عندك للحبس، وما تقولوش ليها راه ماتت ولا حتى تصطى بين الله. يا اختي راه كانت كتبغيها بزاف وما غاداش تقبل هادشي اللي وقع، حتى خصوصا انها ما شافتها ما حضرات ليها. انت فهمتي دابا، ربي كتب علينا هادشي، خصنا نكونوا قدو، خصنا نكونوا قويات، حتى حاجه ما تهرسنا وحتى حاجه ما تضعفنا، قويات لينا ولمنا. ونهول عليكم البنات. اختي انا مازال ما زعماش، انا كيبان لي ندير بلاش ما مشيش معاكم، مشيت راه غنصدقه دايره شي روينه وفاضحه كلشي. البنات عرفتوا شنو بها؟ ما مشى ديروا بناقص. عقلتي خديجه اخر مره جات امي لهنا لهاد الدار، ولسات مسكينه في هاد الصاله وقالت لكم كرهات شدي العائله كامله كسكس وجمعنا عليها، كانت بحال الا حاسه براسها تموت. وي سكينه ما كانتش عارفه بلي غنجمع على كسكس ودير كلاس. كنحس براسي انايا السبب اختي. اولي قولي عاود بلا مش طراجي، علاش كتقولي هادشي؟ والله راه عرفت بالعلاقه ديالي انا واش مشاوني صحتها غدا ونور نور، دوك المشاكل كامله اللي وقعوا ما بين ريم وعالي وبسبابي انا وتفارقوا، هي كانت باني الامانه. براكه نعيمه براكه، هذا الشيطان كيوسوس لك في دماغك. صافي ربي بغاها، ربي داها، اجلها وفا، ما عندنا ما نديرو، ما علينا غندعيو معاها شوفوا حتى حنايا حياتنا اش غنديرو فيها. صوب الله اختي صوب الله. المهم كاع ما كتعوض سبحان الله، واخا تكون عندك 60 عام اللي كتمشي لك امك. والله ما كتبتي تيقولوها، تيقول لك الا مات لك باك كتوسد الرحبه ولا مات لك امك كتوسدي العتبه. بيني وبينك انا عايمه حتى انا ندمه، ندمه بزاف، ناقص مشي جيرونس، ناقص مشي قواش، تاني مشي تعال نهضر معاها ولا نقول لها تعطيني شي ريال
مراك عليا كنشوفها نشطة وضحكة وراضية عليا. وصافي اختي الصبر الصبر. شوفي ياك في الاخر سامحات ياك ورضات علينا صافي الله يجعل شي بركة الله يرحمها ويسهلها صافي صافي اختي. لا اله الا الله شو شوفوا عيشة ما كرهتش ولكن خايفة اختي ضروري ما غتسولنا على امي ترينا نبقاو مخبيين عليها تحرير اخرى تخص والله تضغط نقولوا على وصافي ويلي لا مش سكت ليها القلب الله يستر. عيشة لبس الحمد لله اخر واحد كتكلم توقع يجي زورني هو انت. على شكون كنتي كتوقعي يجي عندك؟ امي كيفاش امك؟ حيت مده طويله هادي ما جاتش شافتني واخر مره ملي كنا تلاقينا ما كانش حتى هي كنت حاسه مشطونه من جهتها دابا توحشتها الزياره اللي جات كنقول راه غندخل غنلقاها هي غندخل غنلقاها هي. عيشة بغيت نسولك واش مازال مقلقه مني؟ بالعكس مقلقه على راسي قادراش حتى نهز عيني فيك. عمرني تخيلت غنتلقاو في ظروف بحال هادي ولكن سي نورمال عيشة بنادم بحال هاد الظروف كيتخيل غير داكشي اللي كيناسب الرغبات ديالو أفكار اللي كتجينا ما مزياناش راه كتجينا مع على برا لحقاش النفس البشرية في الأصل راه نقية وما عمرها كانت خايبة. مفهمتش روحك اللي نقية عيشة وهي اللي خلاتك دابا حشمانة ماشي حشمانة مني حشمانة من عيشة اللي غلطات وبغات تعاقب راسها قبل ما يعاقبها القانون. سيدي ربي غادي يغفر لي وغيدخلني للجنة. شوفي عيشة تركيبتنا البشرية دايرة بحال هكا يمكن لينا غلطو ونستغفر الله ويسمح لينا وحتى شي مره الا ما لقيناش كنغلطو راه غيبدلنا بناس اخرين اللي غادي يغلطو ويستغفروا ويسمح لهم. شكرا بزاف حيت جيتي كنت محتاجه لهاد العطله درتك عطاتني بزاف ديال الراحه. انا جيت عايشه على جوج اسباب. السبب الاول جيت باش نشرح لك بلي هذيك المره ما كانش بامكاني نغطي الشمس بالغربال ولا نغطي على الجريمة ديالك ولا نتحايل معك على القانون. راكي عارفة اني انا واحد الانسان كوريكت واضح منطقي قلبك كبير. واش شتي مصائب قوم عند قوم فوائده وما كانش هاد الظروف عمرني نسمع منك هاد الكلام اللي كنتمنى تكون خارجة من اعماق قلبك تكوني فاهمة وعذراني. عذراك وفاهم ما تحتاجش برا حتى شي حاجة داكشي اللي كان خصك ديرو درتيه وانا درت الذنب كنستاهل العقوبه. هذا السبب الاول. السبب الثاني شنو؟ السبب الثاني توحشتك. ما عرفت باش نجاوبك. عيشة ماشي ضروري تجاوبيني على داكشي اللي كنحس بها جهتك راني قلتهولك. شكرا بزاف. خليتك انا عفاك نقدر نطلب منك واحد الطليبة؟ بغيتك تمشي عند امي وتجلس معاها وتقول لها نفس هاد الهضره اللي قلتي ليا دابا. بغيت تعرف بلي ربي غادي يغفر ليا وغادي يسمح ليا بغيت تكون مرتاحه من جهتي عافاك. ممكن كنت أكد عيشة ماما كده برا مرتاحة من جهتك. كيفاش غتكون مرتاحة الضوء ديال عينها في ظلام الحبس؟ حقاش انتي نقية وطيبة ولوفون ديالك زوين بزاف ومرضية الوالدين. الواحد أحسن حاجة كيتمناها في الدنيا هي يكونوا ولادو مرضيين وكيدعيو معاه.
شكرا بزاف حجيت. بالعكس هذه اقل حاجه. تصلي في راسك. حتى انت. البنات اشنو قررتوا؟ عرفتوا تزوروا ماماكم غدا؟ ماما عاد نقدروا نشوف هاد الحاله غدا. بعد اللي شفتنا في هاد الحاله تعيق بينا كاينه شي حاجه. انا بيرسونيلمون ما نقدرش نخبي عليها وما عنديش الوجه اللي نشوف فيها. وي حتى انا متفقه معك. من الاحسن ما تمشيو حتى تكونوا وليتوا شويه بخير. داكشي اللي كاين. دابا مريم طون افي بصراحه شحال يقدروا يحكموا عليها؟ ما بين 6 شهور حتى العامين. المهم انا كندير داكشي اللي قدرت عليه وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله. مريم بغيتك توقفي معايا في داكشي ديال الطلاق الله يعطيك الستر. ديجا دوا معايا باباك انا معاك ما تخافيش. الله يخليك. صافي انتي تكلفي بالطلاق ديالها وانا نتكلف بالتبرزيط اللي خرج ليا ديال ريم. شنو هو التبرزيط ديال ريم اللي خرج لك؟ والو شي ناس قال لك بغاو يصلحوا الجره معك. كون هاد الناس المهم يلاه ماتت. والصراحه بغا غير يدوي معايا. وليد زوين وعائلة كبيرة أفعل بس سميتو علي. علي الشفشاوي. وجد العشاء نمشي نحطوه. غير خليك أنا غنمشي. لا حبيبة أنا نمشي نحطوه. يلا أنا وياك. يا شكوني؟ ماذا لي ديسون كسارة خفوما؟ أوه سارة؟ هادشي كلشي مخبياه. ما عندي ما نقول اون فغي ارتيست. كيستيون بونس جادور. عاش من شافك. توحشتكم بزاف. حتى حنا والله العظيم. عاوتاني ما جاتش امي. حرام على شهرين هذه ما جات توحشتها بزاف. مسكينه ما تلوميهاش راكي عارفه ما كتقدرش تجي تشوفك في هذه الحاله وقالت لنا حتى تخرج ونشوفها وراها كتسلم عليك وكترضى عليك بالليل وبالنهار. ايوا خليها على راحتها ماشي مشكل. ما بغاتش تجي ما نخسروش لها الخاطر. الله يخليها علينا بركه يا رب. ما قلتيش لي مبروك؟ مبروك؟ علاش؟ ضربت صداق انا وشفشاولي. مبروك مسعود. الله يكمل عليكم بالخير يا رب. امين. يا بيضه شويه ديال الفرحه ومع الهم والغم اللي حنا فيه. ولعقبالك اختي حتى انت. ان شاء الله ما بقى قد ما فات ياك. ان شاء الله تخرجي ونفرحوا بك. ان شاء الله. يلا خلوا لي السطوله. كاين شي ما يتقالش من جديد في العائله عاودوا ليا. اختي كاين واحد الجديد ما نعاودش لك. نعيمه مطرحه قولي لي غير هو مشي للعائله. العربله لا تطلق. صافي مشى الحب والغرام. صافي مابقى والو من داكشي. تفارقوا وياها ديت له فلوسه كاملين خلاته عضص. والمصيبه الكبيره ماشي هي هادي. ماشي السيده حملت ليه ولدت ليه. كيفاش ولدت ليه وما كيولدش؟ على هو يرضى يقول لك ما كيولدش. حملات ولدات والولد محلوش ديالها. الله يسمح لي في هذا النهار. خليه خليه خيفيه تبع النفقه والمدرسه والحوايج. خليه داكشي اللي بغيت ليه نيت. اختي ما شفينا فيه مسكين الله يستر. مسكين دخل فيه سكين ان شاء الله يعطيه مصيبه. ويلي عافيك. وباز لك اختي عاوتاني بديتي بالدعاوي ما كتقاضيش. اختي هادشي اللي ورثت من امي الله يرحمها. كيفاش الله يرحمها؟ وكيفاش الله يرحمها عاوتاني انت؟ الله يذكرها بخير. ويلي وي يا روان الرحمه راه تدوز على الحيين والميتين وكل شيء. زعما ما شنو قلت؟ كيفاش الله يرحمها؟ ما ديش على هذه اختي راه بلوزه ولا دير اختك. راني غنستعقل ما نعرفش ندوي. ما قلتيش ليا الشده كي جاتني؟ ها؟ ديما الجديد قولي نعيمه جاتني زوينه هذه ياك؟ اوف ديما الجديد احشاك زوينه هذاك الشيء ودوك الضفرات كنطولهم بحال هكاك. يا اختي ارتاح في الله ويلي بشويه بشويه علينا. الله بخير ما مريضاش. مزيان مزيان شوفي هذا خاصو يتعاود راه ما هادشي راه ما زوينش. شوفي ما تتشقق ليا انت. شوفي تمشي
علاش ما جات؟ مريضة؟ لا أنا عيشة تاني جيب لك كتب واعي تقريهم. شكرا. هاد الغبرة اللي غبرات عليا هي مقلقة يا مريضة. لا ماما راه بخير، راه جيت نبلغ لك سلامات تسلم عليك بزاف بزاف بزاف. هادي ما جاتوش مقلقة عليا غير قولي لي. ما عرفتش عاوتاني ما جاتش مقلقة. دابا تجي زويني، راه توحشتها بزاف. وحنا هنا بعدا شوفينا حنا. بغيت أمي. والحمد لله بعدا ماما بقى لا والو تخرج. راه مريم وقفات مع وقفه ديال الرجال، عاد باش يعطيوها 11 مره ما كايناش هاد القضيه هادي. دابا دوزات 6 مو ان شاء الله، بقات لها 5 شهور وتخرج. يا ربي تخرج على خير ان شاء الله باذن الله. كتبان لي ظريفه ديك السيده على حسب ما كتعاودوا عليها، كتعاملكم بحال بناتها ياك. الله يعمرها دار غزاله مسكينه وظريفه. كل ما كانش ياك راني مازال حاصله مع داك المصيبه ديال المهدي. ايوا الحمد لله اللي ربي كيبغينا وكيحط في طريقنا الناس مزيانين باش يعاونونا. وتماما رحت لها ربي في طريق السي العالمي. على حسن انتي في خبارك العفيريته. وانا في خبارك يتهلا فيها كيمشي يشوفها ديما. علاش كاينه شي حاجه اخرى ما في خباريش؟ اتعرفوا لا هادشي اللي عارفين حتى حنايا. غير هو هاد الحنان هذا كله خاصها تكون مورا شي حاجه. وما علاش فيها مسكينه، هي محتاجه تبغي وتبغى تبدا حياه جديده. بالصبر يبغيها هو بعدا. هذاك الشيء اللي كاين الله يسهل عليها والله يعوضها خير يا ربي. غير هو البنات كنساو واحد القضيه مهمه، حنا منا ماتت وحزننا عليها وكمدناها في قلبنا. اختي مسكينه ملي تخرج عادت تبدا القصه من جديد، عادت تعرف بلي امي ماتت، عادت تعرف بزاف ديال الحوايج. وي مسكينه غتصدم، والدار المصبانه اللي تباعو وقيلا ما كانش خاصنا نخبيو عليها. ودابا خبينا عليها ولي عطا الله عطا صافي نساو. ودابا صافي كل راه غيبرد، نساو علينا الهم، نضحكو شويه ونشطو. كلوا هادشي ما حدو باقي سخون، عرفتي الا بقات شي حاجه في الكسعه ياكلها الشيطان. ماما خزيك يا شيطان اينما كنت. صافي هادي جو ورقتك ليا البلاغ. خديتها ماما وتهنيت الحمد لله. اللهم لك الحمد. كيقول لك رخيصه بتعليمها، ديها في راسك وديها في حياتك، ديها في خدمتك وديها في خواتاتك، هما اللي غيدوموا ليك. كوني هانية ماما، كانت تجربة فاشلة في حياتي ودابا الحمد لله. أي حاجة كتوقع لينا في الحياة كنتعلمو. واش عرفتي شحال كنفرح فاش كنشوفكم هكا مجموعين؟ ودابا الخبر الزوين راه ماشي هي هادي. لا الدكتورة سارة مرات الكورينات. نقول ولا ما نقول؟ راه جات سيري ولا في لابخومو. أييي أختي بكيو بصراحة. ولا ماما ولا ما جيتش باش نبكيوك، حنا جايين باش نفرحوك معانا. الله يرضي عليك كيما ما خيبتيش ظني فيك. شكرا بزاف. وانا واخا ما تتسوليش على الجديد ديالي نقول لك اش كاين. انا ماشي راجل، انا مرا ونص قالك راجل. واسمعي راه تقيت في ليكول دو ستيليزم غنبدا العام الجاي. وجدي قلت لك راك راجل ما نخافش عليك. واش عرفتي البنات شحال كنفرح فاش كنشوفكم مجموعين هكا؟ الله يحفظكم ليا من العينيا. امين. قولوا لي شنو لاباس عليها؟ على والو. ماما بخير؟ ما مريضاش. ما مريضه ما والو، علاش تقول هاد الهضره؟ ما قالك والو تخرجي تشوفيها، علاش تفكر دابا في هاد الشيء؟ راه 6 شهور هادي ما شفتهاش، ما جاتش شافتني. قولوا لي راه قلبي مقبوط، حاسه بشي حاجه مشيت عليها. واش مريضه مخبينا عليا شي حاجه؟ ما كاين حتى حاجه، عافاك بها غير في صحتك وديها في راسك، ما بقالك والو تخرجي وتشوفيها بعويناتك، الله يسهل عليك. ما تفكري في والو صافي. البنات نطلبكم واحد الطليب، انا زوجت لكم في الله. لما تهلاو ليا في امي حسبوها خويتكم الصغير، شتوها ديروا لها كاع داكشي اللي بغات، خليوها تعيركم تخبز عليكم وتنقر تضربكم كاع. تهلاو فيها حتى نخرج شتي بزاف. كوني هاني ليه واش عاد توحشنا عندك امي انت. تهلاو فيها الله يرضي عليكم. البنات عندي لكم واحد الخبر زوين بزاف.
ماماك ما تخرج لا سيمين بروش سي با فري وي واخا مازال ما كملت المده ديالها واخا هكاك حيت كانت اكزامبل زوين بزاف تما ودخلت فواحد الكلوب ديال محاربه الاميه عاونات العيالات ومع ستاتو ديالها والاخلاق ديالها الزوينه قدرت تستافد من العفو الحمد لله يا رب فرحت بزاف كنا في نفس الوقت خايفه ما عرفتش كيفاش غادي نعاودوا ليها على هذا الشيء اللي دات واش ما كانش معليش معليش بنتي المهم هو تخرج وتكون وسطكم سافا لو فير دو بيان انا جو فو بروبوز باش تمشيو كاملين تلقاو ليها ملي تكون خارجه واذا كانوا معكم خوالاتكم غتكون مزيان باش تحس براسها بان عندها اون فامي اللي تعود عليها ايل سورا بيان اونطوري وي تاريزو يلا كولو دابا باغبيز هيك السيمانه الجايه ان شاء الله غتخرجي ما عرفتش انا جبت لك الكتوبه بغيتي نزيد 6 شهور باش نقرا ما عنديش مشكل لا بالعكس غتخرجي ان شاء الله اصلا الكتوبه ماشي مهمين بالعكس الكتوبه كاملين اللي كنتي كتجيب لي هما اهم حاجه وقعت لي في حياتي واش عرفتي كيفاش بدلوا لي النظره ديالي للحياه بديت كنفهم شي امور تاع انا بديت كنفهم شي انماك فلسفتك وانا فرحان بزاف لحقاش ولينا صحاب في هاد الظروف الحاجه اللي ما وقعتش كل هاد السنين اللي دازو واخا كنا اونصوم في الخدمه حتى انا فرحانه بزاف بالصداقه ديالك ايوا دابا ناس كتيباتي نتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه ولكن هاد المره في شي قهوه ونعاود نجيب لك هاد الكتوبه باش ما تهنيش منهم ان شاء الله خذي هاد الكتاب غتقراه في سيمانه زعما لحقاش هاد السيمانه غتكون اطول فتره في الحياه ديالك الحاجه اللي كنبغيوها بزاف كتزيد تبعد علينا وهذا الكتاب غادي يحل لك المشكل شكرا هو النهار اللي كنا خايفين منه هو جا عايشة اختي غادي تخرج غتلقى كلشي مشى وإلا مشات مهمتنا راه حنايا باقي مجموعين الحمد لله وغتفرقنا إن شاء الله غير الموت بنات أنا نمشي نسول داك السيد باش نشوف اختي تخرج صافي سير اختي سير ناري البنات شداني واحد الخلعة ما نعاودش ليكم هانتوما شوفوا عندكم تمشيو تقولوا ليها شي حاجة دابا خليوها حتى نمشيو للدار تكالما تاخذ الأنفاس ديالها ونشوفوا كنديرو نوصلوها ليها غير بلاتي هي أحسن خالتي واش منيتك وصحابك ما ديش تايق بينا واش حنا كنا مستفين هنا وما كايناش تقولي لي التي هي احسن راه باينه راه تايق بينا باينه مخبيين شي حاجه غير تقبلوا الواقع وقولوا لي على الهضره دابا عامله لاله الله يجزيك بخير اسيدي بغيت نسولك على واحد السجينه سميتها السجينه سميتها عيشه الغرباوي بغيت نعرف واش خرجت عافاك وقت سلمى ايوا قرن هذه وحنا مخبيين عليها وصابرين وساكتين غنحصلوا دابا في ربع ساعه ديال الطريق نار انا ندمت اللي جيت والله ما قداش نشوف هذه اللحظه ماما غتسخف ما فيهاش ولا لا يوريك انا اللي قلت تنقوي فراسي تنقوي فيكم ما قدرت نوقف على رجلي والله تضخت بالله هو حتى حنا ما درنا فيها ما يصلح باغي نصلحوا غلط بغلط مسكينه عويشه شحال وهي هزه الهم غير بوحديتها وكتقاتل وكتضارب ما بغات تحسنا مسكينه بتا شي حاجه ما عارفين حنا والو حتى اضطرت مسكينه تاخذ الفلوس من البنكه وحنا دابا خبينا عليها ما تخرجت تلقى ميمه ماتت والدار تباعت وكل شيء مشى ما قداش قلبي غادي يسكت والله وحنا على الاقل بعدا بقينا مع بعضياتنا وحاطين راسها على الراس يا ولكن هي غتخرج غتلقاها مكبر من هذا انا تنحط راسي في بلاصتها مسكينه تخيلي امك تموت صاحبتي وما تعرفيها على عام ومحبوسه من الفوق يا ربي تكون في عوانها وحق الله الله يا ربي الله على عويشتي خرجت لنا خرجت نعم خرجت وقتاش خرجت صافي كان شكرا بارك الله فيك البنات انا ما قادش والله ما قاده حاسه براسي غنطيح يا ربي دير شي سهولة الخير يا قلنا البنات خرجت الصباح بكري اويلي يلا يلا ما عرفتش ما قال لي اش يلا عندك تمشي دير راسك شي مصيبه سير اختي سير سير Thank you.
عليكم السلام. شكون انتي؟ كيف شكون انا؟ انا هي ملا صدام.